السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا جماعة الخير؟ إن شاء الله الجميع بخير. أخوكم محمد أبو حمزة من العطارات الكرام. مثل ما احنا شايفين بالخلفية، البنوك التي يمكن سحب مساعدة الهلال الأحمر، طبعا للعوائل التي تملك كرت الهلال الأحمر، البنوك التي يمكن من خلالها سحب كرت الهلال الأحمر بشكل مجاني. طبعا يوجد 3 بنوك، التفاصيل بالفيديو إن شاء الله. أخوكم محمد أبو حمزة جابر عطارات الكرام، تاريخ النشر اليوم الخميس 2/6/2022، 3 ذو القعدة، 1443 كالعادة. أنا محتفظ بالشرح صندوق الملاحظات تبع تلفوني. طبعا البنوك هي عبارة عن 3 بنوك يا جماعة الخير للعلم. في حال سحبت بطاقة الهلال الأحمر من إحدى هذه البنوك فما في أي مشكلة، والموضوع مجانا. البنك الاول هو البنك الاساسي اللي هو هالك بنك، طبعا يتيح ايضا اللغة العربية. بالهالك بنك في خيار بعد ما تحط كرت الهلال الاحمر، يقول لك اختار اللغة العربية او التركية، ممكن انجليزية. تمام، هو البنك الوحيد، طبعا هو البنك الاساسي اللي ظاهر متعاقدين معه جماعة الهلال الاحمر، لانه هو اللي يعطي كروت الهلال. ايضا نستطيع سحب أي مساعدة من مساعدات الهلال الأحمر النقدية من خلال وقف بنك، أيضا مجانا بشكل مجاني، ولا يقتطع أي مبلغ أبدا. طبعا مشان فيديو هذا، مشان الناس ما تعمل ازدحامات على الهالك بنك، بإمكانك تقبض من وقف بنك. يعني شخص يعرف حاله أنه شهريا يصرف 750 ليرة، 800 ألف، هي تمام يا اخي. الوقف بنك قريب عليك، اسحب من الوقف بنك، اختار مبلغ اخر واسحب المبلغ كامل، ما في داعي تروح على هالك بنك اذا بعيد عنك. ايضا بامكانك تسحبها من الزراعات ايضا بشكل مجاني. تمام يا جماعه الخير. طيب بعد ما انتهينا من هالفيديو، مين جرب سحب مساعده الهلال الاحمر من صراف غير الهالك بنك؟ يعني مين جرب الزراعات او الوقف بنك او اي صراف اخر، يشاركنا تجربته بالتعليقات. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. كان معكم اخوكم محمد ابو حمزه جابر عطارات الكرام. طبعا اللي يحب يشترك بقناتنا على التليجرام، هذا الرابط، قناتي على اليوتيوب ايضا. اللي يحب يتواصل معي بشكل شخصي ويتابعني على صفحتي الرسميه على الفيسبوك، هذا الرابط. طبعا هذا الكلام كله راح اترك بصندوق الوصف لقناتي على اليوتيوب. تمام يا جماعه الخير، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. اي سؤال اي استفسار اترك تعليقك اسفل هذا الفيديو، لا تنسونا من فضل دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.